فيديو جديد، مراجعة جديدة، واليوم معي اليومي دي جي يو واتش 3S. هالسمارت واتش بتقدم كتير مواصفات حلوة مقابل السعر اللي عم تقدمه. بس قبل ما بلش مثل العادة، لايك للفيديو، سبسكرايب للشانل إذا كنتوا أول مرة عم بتشوفوني. أنا بلال رمضان، خلونا نبلش. أكيد مثل العادة البداية مع الأنبوكسينج. اليومي دي جي يو واتش 3S تجي بإطار مصنع كله من مادة ألومنيوم. الباك تبعها بيجي من البلاستيك مع ستراب من الرابر أو من السيليكون، قابل إنه يتغير يستبدل يتحيلا محل ساعات بلون اللي أنتم بدكم إياه، أو فيكم تركبوا الستراب اللي هو بيجي جلد أو حتى الميتال إذا أنتم بتحبوا كمان. هالسمارت واتش بتجي بشاشة بقياس 1.1 إنش، وهالشاشة من نوع الـ IPS LCD، وبتجي فول تاتش سكرين بريزولوشن 240 ب 240 بي بي اي. هيدي الريزولوشن منا الهايست او منا الاعلى بطبيعه الحال، في بالسوق كثير شاشات عم تقدم ريزولوشن اعلى من هيك او بيكسل دنسيتي اعلى من هيك. الوان حلوه والبرايتنس تبعها تحت اشعه الشمس كثير ممتاز، يعني انت ما رح تعاني من هذا الموضوع لانه البرايتنس تبعها اوريدي كثير منيحه خاصه اوت دور. اضافه للسكرين في عندنا من قدام تحت الشاشه تاتش باتن. هيدا التاتش باتن او زر التشغيل هو بيجي تاتش وانجا يبين، هيدا شغلته بس اذا كان الشاشة مطفية تعمل له ويك اب. بنفس الوقت لما نكون نحن عم نتنقل ضمن القوائم بلمسة واحدة بنرجع للواجهة الاساسية او للهوم بيج تبع الساعة. هالسمارت واتش بتيجي مع 2 سنسورز كتير مهمين لحيالله ساعة رياضية، اللي هن الهارت ريت مونيتور او حساس لنبضات القلب وحساس للاكسجين لمعدل الاكسجين بقلب الدم. توصيل الساعة بالتليفون بيتم عن طريق البلوتوث، الفيرجن تبعه هو 5.0 It's a good point. وهالسمارت واتش كمان كومباتيبل مع حيالة تليفون اندرويد بيشتغل بنظام الاندرويد 4.4 او 4.4 وطلوع، وكمان مع تليفونات الايفون العامله بنظام اي او اس 8 وطلوع. الابلكيشن الخاصه بالساعه هي ابلكيشن اسمها دافت، موجوده بالبلاي ستور وموجوده بالابل ستور كمان. من خلال هيدي الابلكيشن رح تقدروا تعملوا كنترول او تراكينج لكل شيء عملتوه خلال النهار وخلال الليل كمان، لانه هيدي الساعه رح تفرجيكم قديه حرقتوا كالوريز بطبيعة الحال، قديه قطعتوا مسافة، قديه نمتوا، معدل نومكم بالليل كيف كان، نبضات القلب، معدل الأكسجين بقلب الدم كيف شو هو وقديه. بالإضافة لأنه هذه الساعة بتتميز كتير إنه تدعم إنك تغير الواتش فيسز، وهي بقلب الأبليكيشن تبعها عندك تقريبا فوق ال 100 فيس. هذه الأبليكيشن بتحديث مستمر، دايما بيجي أبديتس للسوفت وير تبع الأبليكيشن، ومن خلاله عم ينزاد واتش فيسز جداد، عم ينزاد كتير اشياء جديده وفيتشرز رح تكتشفوها انتم لحالكم بس تشتروا هيدي الساعه وتبحثوا فيها شوي. بما انها ساعه رياضيه بطبيعه الحال اليو واتش 3S بتقدم لي 14 سبورت مود، يعني تقريبا اغلب السبورت مود الاساسيه للانسان الطبيعي بيمارسها هي موجوده بقلب هيدي الساعه. هيدي الساعه حسب الشركه، شركه يوميديجي، بتقول انه هي بتقعد 20 نهار ستاند باي، بس انا شخصيا ما راح اشتريها لحطها ستاند باي. انا وصلتها على تليفوني 24/24، ضاينتني تقريبا بين 3-4 ايام اضطريت ارجع شرجها، وتشريجها تقريبا بده شي ساعتين عبر الماجنت بن يلي بيجي معها بقلب البوكس وبينوصل على حيالله شارجر عندكم بالبيت. اضافه لكل اللي ذكرته، هيدي الساعه بتتميز ان اي تي ام ووتر ريزيستنس، واي تي ام ووتر ريزيستنس انا صراحه بعرف انه في شيء اسمه اي بي 86 اي بي 68 وهالقصص، بس الاي تي ام ووتر ريزيستنس لاشرح لكم شوي عنها، هي عباره انه الساعه بتتحمل سباحه بس ما بتتحمل دايفنج، بتتحمل انه نغسل فيها بس ما بتتحمل انه واحد يفوت تحت الدوش مي سخنه كثير. انا شخصيا فت فيها تحت الدوش بس يمكن لانه المي منا كثير اوفر سخنه، انا ما بتحمل مي عم تغلي يعني ضاينت معي عادي وما صار لها اي شيء. بس لازم اخبركم عنهم بشكل سريع حتى تعرفوا انتم لما تشتروا هاي الساعه كيف تحافظوا عليها وما تنزعوها. ففيكم تغطسوا فيها لعمق كثير بعيد، فيكم تسبحوا فيها عادي بمي حلوه يعني بالسويمنج بول او بالمسبح، ما فيكم تنزلوا فيها على البحر، فيكم تغسلوا، فيكم تعرقوا، فيكم تعملوا اللي بدكم اياه فيها، بس ما تعرضوها لمي سخنه كثير وما فيكم تغطسوا فيها كثير. وكمان اللي بيميز هيدي الساعه انه في بقلبها بيلد ان كومباس، ريل كومباس، يعني بمجرد ما تشغلها وين ما كنت بالعالم مانك بحاجه للجي بي اس اللي على تليفونك، لا كنت بكامبينج، كنت برحله استكشافيه، ليتس سي وات ايفر، عزت انك تستعمل
بوصله في بقلبها بيلد الكامبس وكثير الشغل تبعها دقيق. نقطه اخيره لازم اذكرها وهي نقطه سلبيه صراحه ما حبيتها بالساعه، انه الساعه لما نلبسها نحن واول ما انا جبتها وصلتني الساعه جاي مدوره مثل ما انتم شايفين، بس الاكشوال سكرين بقلبها جاي مربعه. هيدا الشيء صراحة كنت بفضل انه يكون مدور، لان تجربتي مع اليومي دي جي يوران كانت رائعة جدا مع شاشتها المدورة الحلوة كثير، الديزاين كثير متناسق مع بعض، وهيدي بالاوتدور بالشمس القوية ما راح تحس ابدا وما راح تعرف اصلا انه الساعة منا ساعة مدورة. بس لما تجي مثلا بالليل او تجي بأوضة معتمة او هلا مثلا استوديو انا مطفي كل الاضاءة، بس تطلع بالساعة بتحس الادجز تبع الساعة ساعة سكوير بقلب ديزاين سيركل. فهيدا الشيء انا ما حبيته، كنت بتمنى تكون ساعه مدوره، بس بالنهايه بدك شيء مدور او بدك ساعه بشاشه اكشوال مدوره فيك تروح على اليوران، بس اكيد رح تدفع تقريبا شيء 30 دولار سعر اكثر او 25 دولار. ساعه اليومي دي جي يو واتش 3S موجوده عند وكيل شركه يومي دي جي بلبنان، واخيرا صار في وكيل ليومي دي جي بلبنان بيجيب كل البرودكتس المهمين من يومي دي جي ويجيبهم على السوق اللبناني، هو يومي لبنان او يومي ديجي لبنان اوفيشال. عم بيقدم مع الساعه 13 شهر كفاله، شو ما بيصير لها الكفاله بتغطي كل شيء بقلب الساعه طبعا ما عدا سوء الاستخدام. واتش 3S بتقدم بالخلاصه بيلد كواليتي كثير مرتبه، ديزاين كثير مرتب، وكمان بتقدم كل شيء انت بحاجه له من سمارت باند، هي اذا بدنا نسميها سمارت باند على شكل سمارت واتش. هيدي مثل ما قلت لكم إذا حابين تشتروها رح أترك لكم أرقام الوكيل بقلب الديسكريبشن بوكس أو بصندوق الوصف مع الفيسبوك بيج تبعهم، ومثل العادي بآخر الفيديو ما تنسوا تعملوا لي لايك للفيديو، تعملوا سبسكرايب للشانل إذا كنتوا بعد مش عاملين سبسكرايب للشانل، تابعوني كمان على فيسبوك بيج وعلى انستغرام بيج. كان معكم بلال رمضان، بشوفكم بالفيديو الجاي.